أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، هذا بالإضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت وزارة الداخلية بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. استمرارا لدور مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 30% بمناسبة العام الدراسي الجديد. بصراحة المبادرة جميلة جدا، ولقينا أسعار رخيصة جدا وخامات وجودة عالية قوي قوي قوي. النهاردة كنت جاية مع مامتي وكنت جاية أشتري حاجات بتاعة المدرسة، وبصراحة يعني أنا لميت كل الحاجات. نشكر السيد الرئيس على مبادرة كلنا واحد، لأن دي موجودة معانا في كل المناسبات، في الأعياد، في حلول المدارس. 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا و814 منفذا تتوفر فيها كافة أنواع المستلزمات المدرسية في إطار المبادرة، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالأسماء والعناوين. لقينا هنا حاجات حلوة قوي، من تشاكيل، شنط، مقالم، وحتى الزمزميات واللانش بوكس موجودة. بنشكر السيد الرئيس على المبادرة ديت وبنقول تحيا مصر. كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أكتوبر. وتواصل منظومة أمان طرح السلع بكافة أنواعها من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. واستكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، فقد قامت الوزارة ومن خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن، وهو ما قابله قاتلو تلك المناطق بترحاب كبير وتقديرا لدور وزارة الداخلية الإنساني والمجتمعي. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. مبسوطة بالشنطة المدرسية عشان فيها كل الحاجات اللي أنا محتاجاها للمدرسة. شنطة المدرسة كلها فيها حاجات حلوة وكل الحاجات اللي احنا عايزينها. بشكر الرئيس ان هو بيجيب لنا اللي احنا عايزينه، واحنا النهارده مبسوطه قوي ان هم جابوا لنا شنطه المدرسه والظباط جولنا. مبادره كلنا واحد مبادره جميله جدا، شكرا للرئيس. شكرا ليك ودايما فاكرنا وتحيا مصر. ولكي تصل تلك المستلزمات المدرسيه الى مستحقيها، تم ايفاد مأموريات الى اماكن اقامه الاهالي في المناطق الاشد احتياجا وتسليمها لهم. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وشمل إهداء الحقائب المدرسية دور رعاية الأيتام وقاطنيها في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة في إطار الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم. فتحت الشنطة ولقيت كراكيس كتير وأدوات كتير، كل حاجة بنحتاجها في المدرسة. النهاردة الموبايل كلنا واحد جد، وجابت لنا شنط ولعب وفتحتها لقيت فيها ادوات وزمزميه، وبشكرهم وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتظل مبادره كلنا واحد تقدم الدعم لكافه فئات المجتمع لتخفيف الاعباء عنهم في اطار حرص وزاره الداخليه على دعم الاسر المصريه وتوفير حياه كريمه لهم. دايما هنا شرطه وشعب. كلنا واحد مبادره انسانيه واجتماعيه تسعى من خلالها وزاره الداخليه لتخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصريه في كل مكان على ارض الوطن،
سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.